كحنو بدا عصد 24 تيفي شركة جناحسي عشدال كهاس بتروليوم أيادين عسجل حسي إذا وجي موزير كوزارة دهولها جودة سومالي لان عبد الرشيد حاكي دعاء لغنبي أسوأ وزير كشركة السكوي ديجي إن اللو كل هذا هاي فلل أمن الدروكة تجن مجال ذبوه الله عبد الرساق إبراهيم مذا حجود شركة داسي أي وحلا ليا أبو كتل ما مي هذا الكوزير ككسويري وحانو شجعي إن شركة دودو أنا وحلو كل هين أرمها سي وزير كحصي أنت أوقبتي وزيرك هولها جود يجريينتا جمهورية الصوماليلان عبد الرشيد تعالى قنبي شركاس أو وحيابها وكجهد ليي وكسوق علي شركة دهاس كون إيدي جريمة رنتي مجتمع غير صوماليلان يضمن صومالي ميل تشوك تبع أي لا يابتي وشركة ده رنتي أمكاب كون نضي aan anoo ku hadlayaa markii hore magaca shirkadda Haas Petroleum ahna madaxa guud ee ugu sareeya shirkadda Somaliland waxaan bulshada reer Somaliland u cadeynaya in ay tahay warka wasiirku sheegay in ay ahayd jariimad ka dhan ah shirkadda Haas Petroleum ayna ahayd duulaan qaawan oo wasiirku uu ku qaaday shirkadda iyo ganacsiga iyo guud ahaan dadka kumbaniyada waaweyn ee dalkan wax ku oolka waa waxaan meesha ka saaraya oo aan tirtiraya in ay haba yaraatee wax yar iyo wax badan midna ay ka jiraan waxa wasiirku ku hadlay uuna ku eedeeyay shirkada in magaalada Buu Hoodle oo aanan anigu shakhsiyan waligay arag meel ku taalo shirkada iyaduna wax xafiis iyo wax shaqaale midna ku lahayn in ay dhibaatooyin ka jireen shirkadu la kuleeda arinta markii hore waxaan daadafaynayaa inay tahay meel ka dhac ganacsi إن التهاي مد دبلومات أو وزيركا أو وهذا اللي يعني إنه مزول يهاي أو قرن كان كمدي هاي أنت إذا إنه هنتي وسي أن جبشلا هاي إنه جبر يري شركة دوحة وكلك عبد الرساق إبراهيم مدح شركة دهاس وهذا الكيس سي وتا أي شيء إن وزيركا محكمة لتكسنيان هديو سو عدين ويو إذا هاسو سو شيء شركة دودو أنت شركة دو أيوم مرد دون تو حيرك يا قوانين تدلك ويانا إن وزيرك وقاد دونه responsibility جا وح وكو هذلي يضع أن عمر إنه محكمة ده هدلك يا حيرك دلك ويانا هديو عدين ويو لجرب يسجى إن أي وجواب كبير أما إن wasiirku uu keeno cadeyn u qalanta oo shirkadu ay noqoto taqaada responsibility ga iyo wixii wasiirku ku eedeeyay Cabdi Samad Cali Ahmed Badcas TV Hargeysa